الحلقات المسائية المميزة، انطلاقة شوطنا الخامس عشر، شوط ما قبل شوط الختام، خاص باللقاية البكار، مسافة الخمسة كيلو مترات نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه التحديات المميزة والكبيرة مباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول. أول الأسماء الأندلس من تقود الأسماء بشعار عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري، من يقدم لنا انطلاقة شعاره، من يقدم لنا تحدياته المميزة والكبيرة مشاهدين الكرام. بينما المركز الثاني هنا من تتواجد، من تأتي في هذه اللحظات مع ثاني التحديات مشاهدين الكرام القادمة في هذه اللحظات، هنا تتواجد أيضا أرباح منصور بن صالح بن طرشوم العامري، من يقدم لنا انطلاقة أرباح مع ثاني الأسماء. بينما المركز الثالث القدوم والوصول من دوامة سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت مع المركز الثالث، رابع الأسماء القدوم والوصول من شوق عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، من يقدم لنا شوق مع المركز الرابع. ناخذ ونتابع المركز الخامس، زعزع منصور بن محمد بن كردوس العامري يقدم لنا انطلاقة زعزع مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة والاندفاع المميزة والكبيرة مشاهدين الكرام. أنهينا على مسامعكم أول نداء للخمسة المراكز الأولى، ولكن لنا عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى شعار العامري، من يقود التحديات الأولى مع المركز الأول مع الصدارة، الأندلس مع الصدارة تقود الأسماء والتحديات الأولى، عبد الله بن محمد بن سهيل العامري مع المركز الأول مع البداية، هو القائد لهذه التحديات المميزة والكبيرة مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أرباح منصور بن صالح بن طرشوم العامري مع ثاني التحديات، المركز الثالث شعار البخيت يتواجد هنا من خلال تقدم دوامة سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت، ومع المركز الرابع من الجانب الآخر اللي تسللت في هذه اللحظات قادمة زعزعة منصور بن محمد بن سالم بن كردوس العامري، من يقدم لنا انطلاقة زعزعة. بينما المركز الخامس شعارك يا بن سلامة، من يتواجد، من يحضر بحضور الكبار مع انطلاقة شوق عبد الله بن سلامة الهاجري مع المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة، في هذه الاندفاع الكبيرة مشاهدينا متابعينا الكرام. عودتنا إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى صدارة هذا الشوط، مع اللي غيرت وانتقلت انتقالة مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. أرباح منصور بن صالح بن طرشوم العامري يقدم لنا اندفاعة أرباح مع المركز الأول. بينما المركز الثاني تتواجد مع المركز الثاني مشاهدين الكرام من ميمنة الميدان، من تتقدم في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة زعزعة منصور بن محمد بن سالم بن كردوس العامري، المركز الثالث شعارك يا بن ذويب يتواجد هنا مع الأندلس عبد الله بن محمد بن سهيل العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع من أيضا يتقدم في هذه اللحظات القادم مع المركز الرابع، تتواجد هنا ايضا او تتواجد دوامه سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت. بينما المركز الرابع وصل ايضا بن عماره يقدم لنا هود مع المركز الرابع في هذه اللحظات، عبد المحسن بن طالب بن عماره المري مع المركز الخامس، من تصل في هذه اللحظات. هكذا هي الخماسيه الخمسه الاسماء الاولى المتقدمه في هذه الانطلاقه المميزه والكبيره مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن الصدارة المركز الأول البداية بن طرشوم يقدم لنا انطلاقة وحضور أرباح مع المركز الأول مع الصدارة في هذه اللحظات، منصور بن صالح بن طرشوم العامري، ولكن بن عمارة يرفع راية التهديد من خلال أيضا تقدم هود عبد المحسن بن طالب بن عمارة المري مع المركز الثاني. ثالث الأسماء شعار بن كردوس من ميمنة الميدان، وأيضا شعار بن ذويب
القادم من خلال تقدم وحضور الأندلس. عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري وأيضا شعار الزعبي قادم في هذه اللحظات من خلال تقدم مالية سعيد بن بطي بن محمد الزعبي من يصل. وأيضا وصل شعار عاطف بن عطية القرشي ليقدم لنا انطلاقة وحضور النويعس. عاطف بن عطية بن حسن القرشي الله يا سلام وصل بن بعيران أيضا ليقدم لنا انطلاقة وحضور متعبة محمد بن عبيد بن راشد آلف هيدا المري. ولكن مالية مع الصدارة مع المركز الأول مع البداية سعيد بن بطي بن محمد الزعبي القرشي قادم من خلال تقدم وحضور أيضا النويعس. عاطف بن عطية بن حسن القرشي شوف القدوم من شعار بن بعيران وصول أيضا وقدوم في هذه اللحظات من حربة أحمد بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري يصل في هذه اللحظات. ولكن مالية مع صدارة الشوط سعيد بن بطي بن محمد الزعبي يحقق الناموس من خلال تقدم أيضا مالية. أيضا بن بعيران قادم بن عضيلي يقدم لنا اندفاعة وحضور شعاره مع ثاني التحديات من خلال تقدم حربة أحمد بن محمد بن سعيد بن عضيلي العامري. والله الله الله راح بن عضيلي مع الناموس مع الانتصار. مالية من الجانب الآخر الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة بن بعيران يأتي أيضا في هذه اللحظات. ولكن بن عضيلي بن عضيلي بن عضيلي بن بعيران بن عضيلي سلام عيناوي سلام على هذا الأداء المميز والكبير. تهانينا والناموس لأحمد بن محمد بن سعيد بن عضيلي العامري من خطف الناموس وأهدى السلامات إلى هاني العين. تهانينا والناموس على هذا الفوز الانتصار المركز الثاني. كان الوصول مشاهدين الكرام من متعب محمد بن عبيد بن راشد آل فهيد المري والمركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من مالية سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. المركز الرابع وصلت دوح لمحمد بن برقان المقارح. والمركز الخامس وصلت النواعس عاطف بن عطية بن حسن القرشي. ولكن بالعضيلي كان حاضرا مع الموعد محققا الناموس والانتصار. التوقيت الزمني 7:40-76 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لبن عضيلي على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الكرام المركز الثاني كان بن بعيران ايضا مع ثاني التحديات 7:40-63 جزء من الثانية. تهاني والناموس محمد بن عبيد بن راشد آل فهيدة المري. المركز الثالث وصلت مالية 7:41-31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. تهانينا والناموس للجميع.